السلام عليكم الكبيدات، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير ان شاء الله تكونوا لاباس الكبيدات. واليوم جينا ندعوا مع خوتنا اللي ماتوا بالزلزال بهاد الفجيعه هادي. والله دعواتنا معاهم، دعواتنا معاهم، ورحنا خوت ومسلمين. والله الكبيدات، ما ناعسين انا بعدا، والله ما ناعسه، ما حلات ليا لا ماكله لا والو الكبيدات. وحق الله وجهي يعطيكم الخبر، والله ربي اللي عالم عليا. يعني ما قدرتش نشوف هذاك الشيء حيت رحنا مسلمين، والدم اللي كيجري فينا ديال الاسلام، وكتشوفي في خوتك كيموتوا مساكن، وحنا ما لاقيين لهمش الجهد. ولكن الجهد الى جهد الله، حنا يا غير بالدعوات ديالنا. والله يجعل ربي يرحمهم، وان شاء الله يتجبدوا الاخرين عاود ثاني، وما يكون واقع لهم والو يا ربي الحبيب. والله الكبيدات الى هاد الفجعه هادي الماتنا، انا معدا الماتني. والله الكبيدات الى زدت كم في الليل جا ليا خلعه بزاف، ما نهزناش تصوروا، وحق الله العظيم في الليل واحد اللي ما غمضناش، ما غمضت هادي حتى لديك الربعة ونص مسكينة، وغمضت ديك الغمضة 8:30 فايقة. والله إلا وهي هكا عندي عندي راني حساسة حتى هي مسكينة، وأنا كتر. والله الكبيدات إلا أنايا ما نكذبش عليكم، كتشوفي في خوتك المسلمين كيموتوا، كتشوفي لا إله إلا الله، وبزاف الناس كيهضروا لعب. تصوروا أقسم بالله العظيم، يعني طلعت لشي لايفات، طلعت كنشوف، واخا هادشي واقع شي وحدين الله يهديهم. بنادم خاصو يفكر في الله ويفكر في الموت. هانتوما ما بين دقيقة يعني كلشي، سبحان الله العظيم. والله يعني هاد الفجعة هادي اللي وقعت، واش بنادم كان داير لها الحساب؟ ها بنادم اللي غادي يدير، بنادم يدير الخير مع بعضياتو. الا لا ما عندكش باش ديري الخير غير كلمه زوينه. ها انا يا انا كنتقطع على هذوك اللي ماتوا، وكنتقطع على هذوك اللي تما، ما كرهتش حتى انا نكون تما معاهم، نعاون ونحفر ونجبد وندير، وحق الله العظيم. ولكن الجناح والو، انا جالسه غير مره نبكي وندعي معاهم. ما كاينش اللي قطعت في قلبي انا واحد المره اللي ماتوا ربعه ديال وليداتها ورجلها، هذيك سالت معايا، هذيك صافي ما قدرتش نشوف فيها، كنشوف فيها انا كنشوف فيها. يعني رحنا مسلمين اخوتي، حنا عاد باقي اليوتيوب ديالنا شي كيعيط شي كيقول في شي. اودي راه بنادم يدير الموت موراه، اودي راه المتابع انا. هانتوما ما بين في دقيقة شوفوا شحال من واحد مات في دقيقة، كان يكون انا في يعني في هذوك اللي ماتوا، كان ممكن يكون انا تكون يعني فهمتوا. علاش ما نديروش الخير مع بعضياتنا غير بكلمة زوينة، رحنا مسلمين ورحنا خوت. دابا انا يا في المثال عايرت شي وحدة، انا قبضت شي وحدة وبقيت نعاير فيها، نعاير، وانا هذيك الوحده ما عرفهاش، غير كذبه عليها، الا جات ديك الساعات ومت انا مشيت، اش غنقول لله؟ راه هادشي لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله الكبيدات محمد رسول الله. الحمد لله يا سيدي ربي، ما نكذب على حد، ما نعاير حد، ما والو، حق الله انا غير هادشي اللي وقع. وقياله مريضه هاد النهار، ما نعساش الليل، وقياله بحال شي حمقى. ولا اله الا الله محمد رسول الله، الله يرحمهم يا ربي ترحمهم، ويا ربي ترحمهم وتثبتهم على السؤال. والله العظيم يا هادشي راه كيألم بزاف 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 بزاف. أنا والله العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله، والله يدينا في الضو.
والله يغفر لنا والله يسمح لنا الكبيدات. انا ما سمحوا لي الكبيدات الله يرحم لكم. انا من شتات شيء يقدر يوقع لي انا، يقدر الزنزال يجيب لي هنا، يقدر ما نعرف. احنا عند الله، المهم بنادم يدعى ويقول كلمه زوينه الله يرحم لكم بها الوالدين. والله ما انا بعد ما تسالت لي الهضره والله الكبيدات تصوروا هاد النهار والله العظيم الا لقيت شي ناس كيتعايروا في اليوتيوب حاطين فيديو جديد كيتعايروا كتعايروا بزاف ما فهمتش علاش. واخا انتي كاع تكوني عارفه على في المثل انتي كاع انا نكون عارفه عليك على شي وحده عارفه عليك دايره وفاعله وتاركه وكلشي. ما نوضش نعايرك، ما نوضش نعايرك اختي، منك للي خلقك. علاش اختي انا غنقص عليك الذنوب؟ علاش واش حنايا حنا ما فهمتش اختي والله انا الكبيدات انا ما فهمتش والله ما فهمت. انا معدا خوافه نقول لكم واحد الحاجه، انا خوافه انا كنخاف الله اقسم بالله الا كنستعرف بها انا خوافه خوافه بزاف كنخاف من الله ما نكذبش عليكم. الا درت شي حاجه بسيطه ما تسمحوليش وهذا المعاد نتغسل به. الا درت شي حاجه صغيره في المثل يعني من ابسط حاجه كنبات ديك الحاجه كتضل ليا في عقلي اقسم بالله العظيم. في المثل الا درتي شي حاجه صغيره حارك في النوض ونديرو الفعل ونتراكو والله يغفر لنا الكبيدات والله يسمح لنا وانا يسمحوا لي الا شفتوا مني شي حاجه وتعاونوا مع بعضياتنا وندعوا مع بعضياتنا واحد يدعي مع واحد وماشي المشكل حتى تعطي اسيدي. ما الا ما عندكش ما تعطيش، اعطي كلمه زوينه في حق خوك المسلم، اعطي كلمه زوينه في حق خوك المسلم. شفتوا هذا النهار والله العظيم البنات ما تسمحوا لي الدنيا الاخير. اليوم السبت كنت غادي نمشي نشوفوا سبحان الله العظيم اليوم انا وياه نمشي نتقدى شويه للدار تصوروا ما عندي حتى حاجه كلشي تسال كلشي تسال وشوفوا النيه ديالي. قلت زعما هالنهار انا وياه نمشي اصلا غادي نهبط غنجيب شويه ديال الدجاج شويه خضيره شويه هادي كنتعذب دابا ملي كتمشي تقرا خصني ندي لها داكشي راكم عارفين ديال القرايه نطيب ليها الغدا خصني ندي معايا خصني نجيب ليها داكشي اللي خصها واخا معدا غير واحد السيمانه هي وبراء دابا كيديو معاهم الماكله طايبه. شوفوا النيه ديالي وحق الله العظيم اقسم بالله دابا راه 3 العشيه إما مشيت من هنا لبلاتي قديت نمشي ما قديتش رحمة في الله والله ما عندي لا ركابي لا رجلين لا يدين لا حتى شي حاجة ما عندي والله العظيم الكويدات. شوفوا بنتي مسكينة هيك صبح وجهها شوفوا صبحنا الله يستر ربي اللي عالم علينا. وآخر كلمة غنقولكم الله يرحم خوتنا المسلمين اللي ماتوا ودعواتنا دعوات المهم الكبيدات الفيديو قطع ليا سمحوا لي الله يسهل عليكم. الحاجه اللي غادي نقول لكم نتعاونوا مع بعضياتنا بالدعوات وندعوا مع الناس اللي ماتوا الله يرحمهم. انا وماما جاليا بكيه 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 تجاليا الخوف والله العظيم الكبيدات البارح في الليل رانيا كتفرج معايا بسكينه وكتبكي قلبها حنين بنيتي الحبيبه. دعواتنا كاملين قال كيتفرجوا فيا دعواتنا مع خوتنا المسلمين الله يرحمهم ويوسع عليهم ويثبتهم على السؤال وديروا الخير في بعضياتنا الكبيدات ديروا الخير في بعضياتنا واخا غير بكلمه زوينه يا محمد الله يسهل عليكم الله محمد صلى الله عليه وسلم الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم يا الكبيدات ديالي وشكرا بزاف والله يسهل عليكم. وانا معدا سمحوا لي وسمحوا لي راني كنقولها ونعاودها لكم. وهذا الفيديو اصلا انا درته يعني متضامنه مع خوتي اللي ماتوا
وكندعي معاهم بالرحمه والله يرحمهم ويوسع عليهم. وهذا الشيء ما غادي نقول لكم الكبيدات، وخليتكم على خير وان شاء الله نتشافوا بخير وعلى خير يا ربي.